بارابليجيا، يعني بارابليجيا ومعاها هايبوتونيا. بارابليجيا ومعاها هايبوتونيا اسمها افلاسيد بارابليجيا. سباستيك معاها هايبرتونيا، ودي اللي موضوعنا، لكن تعالى نشوف الاول. افلاسيد بارابليجيا اشهر اسبابها عرض الطفل لو حد عنده كودا اكواينا ليجن. فاكرين يعني ايه كودا اكواينا؟ يعني ايه كودا اكواينا؟ بنزوكا ونقطه سكر الروت هو اللي بيغذوا اللور ليمب. فبالتالي لو بيحصل كودا اكواينا ليجن ده بيصنف ابر موتور ولا لور موتور؟ كودا اكواينا ابر موتور ولا لور موتور؟ لور موتور. فبالتالي لو بيحصل فيها ليجن بيكون معاه فلاسيديتي، بيكون معاه هايبوتونيا. فالكودا اكواينا بتصنف ايه؟ لور موتور نيورولوجيا مش عايزه كده. نمره 2، لو حد عنده بايلاترال بوليوميلايتس، ها بايلاترال بوليوميلايتس، لو حد عنده، عارفين البوليوميلايتس دي اسمه ايه؟ انتيريور هورن سيلز. هو لما يكون في ناحيه واحده خلاص ده مروفيشن، لكن لو برضه جه في الرجلين هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى بارابليجيا. نمره 3، ودي من الحاجات المشهوره لو كنا في الشوك ستيج، وهنقولها النهارده وهنشرحها بالتفصيل. احنا قلنا قبل كده لما يجي مرض مره واحده اكيوت ليجن في البرانيال، اكيوت برانيال ليجن، طول عمر الانتيريور هورن سيل مستنيه اشاره كده منين؟ طيب البرامدل مات مره واحده، اتقطع مره واحده، فالانتيريور هورن سيل مش شغاله، تقعد مش شغاله فتره مؤقته، طبعا دي حاجه ترانزيانت يعني. هو يقعد من اسبوعين لسته فلاسيد، بعد كده تدخل فين؟ فسفستي، لكنها في الشورت ستيج بيكون معانا هايبوتونيا، ودي المره الوحيده اللي بيكون فيه برامدل ومعاها هايبوتونيا. نمره 4، لو كان حد عنده سيفير بروجريسيف مايوباثي. مرض جمهور العضلات. المايوباثي ده ماسل ديزيز. هي الماسل دي مكانها فين؟ ابر موتور ولا لور موتور؟ دي اخر حاجه في اللور موتور، فبالتالي لما يحصل فيها مشكله كبيره ضعف في العضلات هيبدا يكون ماشي مع مواصفات اللور موتور اللي هي الهايبوتوني. 5 و6 فيهم لعبه كده. 5 حاجه اسمها سب اكيوت كومباين ديجنريشن، و6 حاله اسمها فريدريكس اتاكسيا. السب اكيوت كومباين ديجنريشن دي ده خدته يمكن في الترم اللي فات مع الهيماتولوجي مع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. السب اكيوت كومبايند جنريشن يتميز ان معانا بايلاترال بيراميدال وبايلاترال بوستيريور كولن وبايلاترال بريفرال نيورون. بالراحه كده يا ولاد. هو لما يحصل بايلاترال بيراميدال، البيراميدال يعمل ايه في الكولن؟ هيعمل هايبرتوني. مش البيراميدال ريجن يودي لحم ايه؟ مش قال الفيديو ولا دي هايبرتوني؟ طب البوستيريور كولن ريجن يعمل هايبرتوني، والبريفرال نيوروباثي يعمل هايبوتونيا. لما يكون عندي حاجتين بيعملوا هايبوتونيا قدام حاجه واحده، يبقى 2/1 يكسبوا. المحصله بتاعتي هتبقى كلمه فلاسيد بارابليجيا، يبقى انا معايا هايبوتونيا. مفهومه ولا لا؟ بص البوستيريور كولن ماشي، بس من ضمن الوظائف بتاعته ده بتاع الكوردينيشن، بيساعد السيربيلوم فبيساعد في الماسل تون. طيب بصوا، في حاله اسمها فريدريكس هنعملها وناخدها في يوم من الايام. الفريدريكس بتتكون من 4 حاجات، نفس الثلاثه دول وازود عليهم سيربيلر ليجن. لا السيربيلر ليجن يعمل هايبوتونيا. الفريدريكس اتاكسيا عنده 4 حاجات مع بعض، 4 حاجات. بايلاترال برانتال، بايلاترال بريفرال نيوروباثي، بايلاترال بوستيريور كولر، او في بايلاترال سيربيلر. عندي 3 منهم يعملوا هايبوتونيا، واحد يعمل هايبرتونيا، المحصله بتاعتنا برضه هي 3/1، فالمحصله بتاعتي هتبقى هايبوتونيا. لاحظوا حاجه. السب اكيوت كومبايند جنريشن والفريدريكس اتاكسيا بالرغم من وجود برامدل، الا ان مع هذا البرامدل في معانا هايبوتونيا، لان في اشياء اخرى بتعمل هايبوتونيا. وصلت المعلومه ولا لا؟ عموما الفلاسيد بارابليجيا، كودا اكواينا وشوك ستيج، بايلاترال بوليو مايلايتس ومايوباثي، لو صار اكيوت كومباين ديجيجن او فريدريكس اتاكسيا فيبقى سؤال اورال بس ديسكشن، لكن مش تجي لك حاله او يعني ما تتسالش كده. لكن يهمني جدا بقى كسؤال نظري في حاله كلينيكال العنوان بتاع كلمه سباستيك بارابليجيا. حتى يمكن كتب النظريه بتتكلم عن بارابليجيا بتتكلم عن النوع ده، بتتكلم على هذه السباستيك بارابليجيا. كل كتب النظري بتتكلم على السباستيك. يعني ايه سباستيك؟ يعني معايا ويكنس في الرجلين ومع هذا الويكنس معايا هايبرتونيا. لما يكون معايا هايبرتونيا يعني معايا سباستيستي، بنقول عليها سباستيك بارابليجيا. هذه السباستيك بارابليجيا بسبب بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن. لما بيحصل عندنا بايلاترال بيراميدال تحت سي 5 تعمل بارابليجيا، لو فوق سي 5 هتعمل كوادربليجيا. احنا خدنا في حصه قبل كده هيمبليجيا يعني يونيلاترال بيراميدال فوق كام؟ صح، يونيلاترال بيراميدال فوق سي 5 عامل لي هيمبليجيا يمين.
كمان برامدا الفوسي 5 في الناحيه الثانيه عامل لي ريجه شمال، فالمحصله بايلاترا برامدا الفوسي 5 عمل كوادريج، لكن لو كان تحت سي 5 بقى في جزء من الابر ليمبس بيرد فاقول عليها بارابليجيا، يبقى في بايلاترا برامدا تحت سي 5 تؤدي الى بارابليجيا. اول عنوان معانا هو الايتيولوجي. الايتيولوجي او بارابليجيا قد يكون البرامدا اللي ضرب وهو في الكورتكس فنقول عليها كورتيكال بارابليجيا. قد يكون البرامدا اللي ضرب وهو في البرين ستيم يبقى اسمها برين ستيم بارابليجيا، والاثنين طلع على بعض برين ستيم وكورتيكال دي بنسميها سيريبرال بارابليجيا. اول برامدا اللي ضرب وهو في السباينال كورد وده السواد الاعظم ده اكتر حاجه يبقى اسم الحاله سباينال بارابليجيا. يبقى البارابليجيا ممكن تبقى ايه؟ تبقى كورتيكال، ممكن تبقى برين ستيم، ممكن تبقى سباينال. تعال نخلص من حاجه حاجه، بصوا هي كورتيكال وبرين ستيم ده الزوم اجابه السؤال النظري، لكن بجد حقيقه يعني لما اقول بارابليجيا بقصد هي كلمه سباينال، لكن تعال نلم الدنيا عشان بس النظر يعني. دلوقتي حضراتكم عارفين ان احنا عندنا في الكورتكس فوق اعلى حته فوق في الكورتكس كده في الفرونتال لوب هنا الاريا دي اسمها اريا 4، عارفينها يا بنات؟ اريا 4 دي بتاعت ايه؟ انشيشن اوبولاندري موفمنت بتاعت الموتور، فيها البورشن بتاع البيراميد سيلز اللي هي البورشن بتاع البيراميدال. اريا 4 اللي في الناحيه اليمين نص الجسم الشمال مرسوم فيها، واريا 4 اللي في الناحيه الشمال نص الجسم اليمين مرسوم فيها، بس مرسوم ازاي؟ بالمشقلب يعني ابسايد داون، يعني رجلين فين؟ انتوا كده فين دول؟ يبقى انا ادي اريا 4 اليمين وادي اريا 4 الشمال، يبقى هنا رجلين لفوق. فاهم يا دكتور؟ لو حد حصل له فراكشر فولت اوف سكال السقف وقع عليه كده او خدته هو في النص هيضرب مين؟ الرجلين، وهيسيب الجزء بتاع الترانك والايدين، هيبقى بره بيجي على مستوى مين؟ على مستوى الكورتكس، يبقى اسمها كورتيكال. او لو طلع تيومر في هذا المكان، المكان ده اسمه بارا يعني جنب ساجيتال ساجيتال سوتشر تيومر. لو عندي بارا ساجيتال تيومر هنا في المكان ده وراح ضغط لي على الاريا سبورم على الناحيتين من فوق، ضغط عليها من فوق، في هذه الحالة أصبح هذا المكان مضغوط عليه بس مضغوط من فوق، يعني على الحتة بتاعت الرجلين، فمعنا بارابليجيا على مستوى الكورتكس اسمها كورتيكال بارابليجيا. أو لو حصل انفلاميشن مننجايتس أو انكيفالايتس وخدت الجزء اللي فوق من اريا 4 يعني برضه أثرت على المنطقة بتاعت الرجلين. أو يا أولاد الحتة دي بتعمل ريليج بتعمل درينج في حاجة اسمها بارا ساجيتال ساينس، لو حصل فيها اوبستراكشن أو ستينس أو كونجيشن فهيبقى برضه مفيش غذاء لهذا المكان، عشان كده بنقول إيه؟ كورتيكال قد يكون السبب بتاعها تروماتيك وده اكتر حاجه. تروماتيك قد يكون نيوبلاستيك قد يكون انفلاماتوري وقد يكون فاسكولار. اهم حاجه ان ضربت الاريا 4 على الناحيتين وضرب الجزء اللي فوق من تحت. هذا الكلام مش هتشوفه كحاله كلينيكال لان المريض اللي عنده كورتيكال مانيفستيشن ده مريض اي سي يو، ده مريض حياته تعبانه جدا، ده مريض متدمر يعني. سو ديفيكالت ان ينزل لك مستحيل مستحيل اصلا يجي لك حاله في الامتحان على مستوى مين؟ على مستوى الكورتكس، لكن ده اللي بيجي لك كله سباينال، دي الحاله الاولى. الاحتمال الثاني لو ده كده يا ولاد البرين ستيم حيث الميد برين والبونز والمظله البروجاتا وهنا كده نازل البرامدا للشمال اهو بيعمل دي كاستيشن كده وادي البرامدا اليمين اهو بيعمل دي كاستيشن كده اهو كده بنلاقي حاجه ظريفه جدا. دول طبعا الاثنين برامدا نازلين كده من حاجه ظريفه قوي، افهمني الحته دي وقول لي فهمت ايه. الفايبرز السودا دي اللي انا عاملها بالاسود دي الفايبرز دي يا ولاد دي ذا انر موست فايبرز ان بيراميدز واي البيراميدا ان برين ستيم ار فايبرز اوف لور ليفل، حد فاهم حاجه؟ الفايبرز انا مظللها بالاسود دي اللي هي الفايبرز الداخليه في البيراميدال والبيراميدال نازل هنا في هذا البرين ستيم، هذه الفايبرز اللي رايحه لمين؟ فهمنا ايه؟ لو عندي ليجن بدات كده ومشي كده وكده 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 وراح هبش هنا اول حاجه هبش البيراميدال كده كله هبش البيراميدال من هنا ضرب الفايبرز بتاعت مين؟ ضرب الفايبرز بتاعت اللور ليفت. بس كمل يا دكتور، هو واضح من كلامي ان المرض ده ممكن يكمل ويدمر البيراميدال كله، ستتحول البارابليجيا بعد شويه الى كوادريبليجيا، انا ضربت الاثنين بيراميدال بقى على مستوى عالي، فالمحصله بعد كده تدخل في حاله ايه؟
لكن الشاهد في البداية هتبقى حالة ايه؟ طب ناقص نعرف حاجة، هو مين المرض اللي هيجي في النص كده؟ المرض اللي هيجي في النص كده ميد لاين برين ستيم تيومر. لو عندي برين ستيم تيومر بادئ في الميد لاين وهيبدأ من النص يبدأ يكبر 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 لغاية لما ينقش الفايبرز بتاعت البرانا ده. أو سيرينجوبالديا. هنا كده في حاجة اسمها سنترال كانال اسمها سيرنكس. وبالب يعني مظلة أورجانيك. بيحصل إيه؟ بروليفريشن لخلايا غريبة. أندفرانشال سيلز. يحصل لها بروليفريشن في هذا المكان. فتزيد جدا يا ولد. لما تزيد جدا هي بتكبر بس ما بيزيدش البلاد سبلاي بتاعها من غير ما يزيد البلاد سبلاي. فيحصل فيها كلمة اسمها إيفاسكولار نيكروزس. وتعمل جلايوزس وتبدأ تقع وتسيب كافيتي كافيتي بص الكافيتي يقعد يسحب كده 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 لغاية لما يرطش البراندل من جوه. لما يضرب البراندل من جوه دخلنا فين؟ بارابليجيا. البارابليجيا على مستوى البرين ستيم بس اسمها برين ستيم بارابليجيا. بس واضح من كلامي حاجة ان الليجن اللي فوق ده ليجن كبير حاجة كبيرة. والبرين ستيم ده كما تعلمون يحتوي على الفيتال سنترز. وبعدين الحتة اللي احنا عاملينها دي بالذات فيها النيوكلياي اوف كرينيال نيرفس 9 و10 و11 و12 ل 10 لحظه الفيجاس وبتضرب على الناحيتين. يعني يبقى عنده بالبر مانيفيستيشنز يعني يشرب شويه ميه ولا حاجه يحصل له اسبيريشن نمونيا ويموت. يعني واضح ان المكان ده مكان خطير جدا. يعني السيرينكو بالبيا او الميد لاين برين تيومر دي من الاشياء الخطيره والخطيره جدا. عشان كده دايما يكون المرض ايه؟ في البرين ستيم من الحاجات الخطيره. يبقى قد يكون البارابليجيا على مستوى السيريبرال. ولو قلنا السيريبرال في احتمالين يا كورتيكال يا ولو كان الكورتيكال مين الاريا اللي ضربت؟ على الناحيتين ضربتها من فوق ولا من تحت؟ من فوق ايه اللي ضربها؟ يا مايكروماتيك يا مليوبلاستيك يا اما فاسكولار يا اما انفلاماتوري. او قد يكون المرض في البرين ستيم ضربت البيراميدس من جوه يا ميد لاين برين تيومر يا مرض اسمه سلينجو بالج. سواء ده او سواء ده دي مش حالات نشوفها في الكلينيكال بالمره. دي حاجات نوادر الزمن مالهاش دعوه. لو جات لك حاله بارابليجيا لابد ان البراميدالس يكون اتضربوا وهم نازلين في السباينال كورد. اتفضل. هو الفيبرز اللي احنا في البراميدالس اللي هو اللي في المرحله اللي هي واحده ولا ناحيتين؟ هو عندي اثنين براميدالس اتضربوا. الاثنين مضربه ناحيتين اي بارابليجيا ناحيتين. بص يا ولد. معلش هو ازاي في البراميدالس اتضربت اللي هو اللي مش غلط؟ ما احنا قلنا البراميدالس شكله بيتغير. يعني مثلا بص احنا الاريا فوق فوق الرجل فوق وبعدين الترانك وبعدين الفيس والابر ليج. لما جينا على مستوى الانترنال كابسول كان نايم عامل كده. لما زلنا في البرين ستيم بقت اللور ليج ثم الترانك ثم الابر ليج كل ده على بعض. يعني في كل شويه البرين شكله بيتغير الجسم رسمته بتتغير. هو على حظنا ان الرسم هنا كانت بتاعت الايه؟ الجزء بتاع اللور. على مستوى السباينال يعني ايه كلمه بتاع بصوا يعني ايه كلمه سباينال بارابيل؟ اكتر حاجه في الدنيا يعني اكتر كلمه في الدنيا كلمه اسمها سباينال بارابيل. لو فرضنا كده ده السباينال كورد اهو نازل هنا البراند الشمال كده كلها ونازل هنا البراند اليمين كده كويس. اي مرض هيجي يضرب لي البراند كده على الناحيتين تحت ليفل سي 5 هيودي لبرد. يبقى البراند اللي اتضرب هو فين؟ ضرب هو فين؟ لما ضربه في السباينال كورد يبقى اسمها الحاله المرضيه سباينال بارابيجي. يبقى السباينال بارابيجي يعني البراند اللي ضرب هو نازل فين؟ السباينال كورد. حلو كده. لما يحصل سباينال بارابليجيا دي على نوعين يا اما تكون سباينال بارابليجيا ومعاها سنسوري ليفل ودي بقى العاده كده نقول عليها كلمه فوكال. يا اما تكون سباينال بارابليجيا يعني ضرب البراند اوف السباينال كورد لكن ما ضربش السنسيشن معاها يعني وداوت سنسوري ليفل. ودي بتاخد شكل ان الاثنين هنفهمهم يا اما سيستميك يا اما ديسيمينيتد. بص يا ولاد ده مين؟ ده البراند صح؟ طالع جنبيه هنا السنسيشن سباينو ثلاميك بقى لاترال وفنترال وبصير كولم والكلام ده. يا ريت ركز معايا في الحته دي. لو جالي مرض راح عامل لي ليجن بالمنظر ده كده يا ولاد عمل كده ليجن عمل كده. بص عليا كده انا حاطط ايدي كده خليكم معايا بقى شويه حاطط ايدي كده. هل عندي مشكله في البرامدا او السنسيشن؟ طيب انا ضربت كده اللي تحت ايدي البرامدا دي وانا عندي برامدا ايدي او مربوطه نيرونيشن وفي نفس الوقت ضربت السنسيشن هو اللازق ده يمثل الفنترال واللاترال سبانو سلامي والبوستيرو كولا دول المصريين احساس نستخلص عشان نحس
كوني عملت لهم انترابشن هنا يبقى انا تحت ايدي في مشاكل في الاحساس، يبقى خد بالك فوق ايدي الموتور والسنسور كله سليم، تحت ايدي الموتور والسنسور كله في علاقه بين الموتور والسنسور انهم الاثنين مضروبين في نفس الموقع في نفس الاريا في نفس المكان في نفس الفوكس، مضروبين في نفس الايه؟ الفوكس. عشان كده قالوا على الكلمه دي كلمه ايه؟ فوكال. يعني ايه فوكال باراليجيا؟ يعني المرض جه ضرب البرامينال وضرب السنسيشن اللي جنبه، مش هو مش احنا خدنا كده في قصه حاجه اسمها تراكتس، قلنا البرامينال نازل وطالع جنبيه ايه؟ لاترال سبينو ثلامك شايل البين والتمبريتشر، وقدامه فنترال سبينو ثلامك شايل السمبل تاتش، ومن ورا البوستيريور كولم شايل الفاين تاتش والديب سنسيشن. انا بجرب كل حاجه كده، كل حاجه. المرض ده فوكال، هو المرض ما عملش سيليكشن لحاجه معينه، هو جه في الاناتوميكال سايد احترم الاناتومي، انا باجي في المكان ده واضرب كل حاجه في المكان ده واتيفر ايه هي، انا مش فارق معايا مين اللي هنا، انا ضربت المكان ده والسلام. فهمتوني ولا لا؟ يبقى دي كلمه فوكال. عشان تفهمها اكتر يعني ايه مرض سيستميك، المنظر اهو تاني، ده السباينال كورد وده من البرامدل راسمينه بالاحمر اهو، ونموذج كده للسنسيشن مثلا اهو ادي باللزق. جالي مرض سيستميك، يعني ايه مرض سيستميك اصلا؟ مرض سيستميك يعني بايلاترال وسيمتريك. مرض سيستميك، سيستميك جت منين؟ سيلكت وان سيستم اور مور اوف نيورولوجيكال سيستم، يعني اختار سيستم واحد او اكتر من سيستم في النيورولوجيكال سيستم وجيب فيه بايلاترال وسيمتريك. يعني مثلا مرض يا اولاد يعمل سيلكشن للموتور، ضرب الموتور هنا وهنا، فبالتالي عمل لي بارابليجيا وما قربش للسنسيشن اللي جنبه، يبقى ده مرض سيستميك يعني سيلكتيف، يعني اختار حاجه معينه. والامراض السيستميك في النيورولوجيا امراض معدوده، قد يكون المرض السيستميك ده اساسا يعني قد يكون مرض وراثي زي حاجه هنقولها اسمها هيريديتري سباستيك بارابليجيا، قد يكون سيمبتوماتيك او سكندري لحاجه زي كده مثلا اسمها باللاكرال لاتر سكلروزس وسب اكيوت كومبايند ديجنريشن، قد يكون المرض بتاعنا ايديوباتيك ملوش سبب زي الموتور نيرون ديزيز. يعني ايه الكلام ده كله؟ نمسك اول واحده هيريديتري سباستيك بارابليجيا. هيريديتري يعني مرض وراثي اوتوزومال دوميننت، سباستيك يعني معاه هايبرتوني ابر موتور، بارابليجيا شلل او ضعف. العيان عنده 12 سنه جالي ضعف في رجلي الاثنين وماشي مخشب كده سيزرنج جيل، فجيت افحصه لقيت رجلي الاثنين فيهم ويكنس، ومطبق كل مواصفات الابر موتور، كل مواصفات الابر موتور موجوده فيه، فحصوا ايه؟ بارابليجيا وفي ابر موتور. جيت ابحص السنسيشن لقيت كل الاحاسيس سليمه، فلقيت ان المرض عمل سيليكشن لمين بس؟ هو ما قربش مع ان السنسيشن جنبه، هو ضرب مين بس؟ فجينا للهيريديتري سباستيك بارابليجيا. الهيريديتري سباستيك بارابليجيا انت جيت ضربتي البرامدل هنا وهنا وما قربتيش للاحساس اللي جنبه ليه؟ يقول لك اصل انا سيستمك، انا السيستم بتاعي كده، انا اصلا منظري كده، انا ما باخدش موتور، انا ما باخدش سوري سنسور. طب ما خدتش هو الاحساس جنبه؟ يقول لك هو انا فوكل؟ انا سيستمك، انا مش فوكل، يعني انا بختار حاجه وباجي فيها وخلاص. طيب لو بقول لك مرض زي باللاجر، البلاجر مثلا بيجي يضرب البرامدل على ناحيتين وما يضربش السيشن اللي جنبه، يضرب لي البريفرال نيرف في مكان تاني خالص، يعني ضرب البرامدل في حته في السباينال كورد والبريفرال نيرف في الاطراف، ضرب ده في مكان وده في مكان، يعني عمل سيليكشن لكام سيستم؟ لتو سيستمز، بس ده في حته وده في حته، فاقول عليه مرض سيستميك. يلا قول اللي بعدها، سب اي كيو كومبايند جنريشن، يضرب كام حاجه؟ ثلاثه، ضرب البرامدل هنا والبريفرال نيرف هنا والبوستيرو كولم هنا، ليهم علاقه ببعض؟ لا. طب هو ليه السب اي كيو كومبايند جنريشن اختار الثلاثه دول؟ هو السيستم بتاعه كده، هو شكله كده. هو يا ترى طب ليه يا دكتور؟ ليه يا سب اي كيو؟ ما جيتش ضربتهم كلهم في نفس الحته وريحت نفسك، يقول لك وانا فوكل؟ انا مش فوكل، ده انا ايه؟ انا السيستم بتاعي كده بيجي بالمنظر ده. مرض اسمه موتور نيرون ديزيز، يجي لك راجل من 20 40 سنه عنده ضعف في الرجل الاثنين، تفحصه تلاقي مواصفات الامر موتور، تفحص كل السنسيشنز عنده سليمه، تكتشف ان حصل له ديجنريشن في البرامدل على الناحيتين من غير سبب كده، موتور نيرون ديزيز ديجنريشن للبرامدل على الناحيتين. طب يا موتور نيرون ديزيز ما خدتش السنسيشن ليه بالمره؟ يقول لك هو انا فوكل؟ انا باخد مين بس؟ انا اخترت الموتور، يعني مثلا اختار موتور، هنا موتور وبريفرال نيرف، هنا موتور برامدل وبريفرال نيرف وبصير كل ديب سنسيشن، هنا اختار موتور بس. يبقى كل مرض سيستميك يتميز بايه؟ انه ليه مواصفات. طالما سيستميك يعني ايه كلمه سيستميك؟ يعني بايلاترال وسيمتريكال، وبيعمل سيلكشن لوان سيستم اور مور،
وان سيستم او اكتر وبيجي في هذا السيستم وخلاص ومالش دعوه حاجه ثانيه. فهمت؟ وامراض السيستمك امراض معدوده امراض محدده. طيب عشان تفهمها اكتر، ايه الفرق بين كلمه فوكال وكلمه سيستمك؟ فوكال انا جيت ضربت في المكان ده اللي قدامي ضربته، يعني في سنسور ليفل، اصل هو كل موتور طالع جنبي سنسوري، فانا ضربت موتور وسنسوري معايا سنسور، لكن هنا لا مفيش الكلام ده خالص، مفيش هنا. طب يا دكتور امال ايه كلمه ديستمينيتد؟ ديستمينيتد ده مرض الدي اس، ها الدي اس ديستمينيتد سكليروزس او حتى ديستمينيتد انكفالو مايلايتس، ها ديستمينيتد انكفالو مايلايتس، ديستمينيتد سكليروزس او ديستمينيتد انكفالو مايلايتس. امراض يا اولاد اللي هو الدي اس والدي ام هي امراض قمه العشوائيه. عارفين ديستمينيتد يعني ايه؟ المتناثر المتبعثر. الاسم الثاني للدي اس مالتيبل سكليروزس اللي هو التصادم المتعدد. بص ببساطه كده، اللي عنده دي اس او اللي عنده ام اس نفس المعنى، ممكن يجي له مونوبليشن مونو باريزن، او يجي له بارا باريزن، او يجي له هيمي او كوادري على حسب. لو فرضا جاله بارا بليشن هيبقى اسيمتريك، يعني ضرب البرامدل اليمين اكتر شويه او الشمال اكتر شويه، وبعدين واخد لي الاوبتيك اليمين والاوبتيك الموتور الشمال والفيشل اليمين والبستيبلو كوكلا الشمال والسيربيلا باليمين والبستيبلو كوكلا بالشمال، يعني ماشي ازاي؟ عشوائي. دكاتره لو المرض فوكال بيحترم الاناتومي، هو بيجي في المكان ده يضرب موتور وسنسور وكل حاجه. لو مرض سيستميك هو بيحترم نفسه بايلاترال وسيمتريكال وعامل سيلكشن لوان سيستم هرمون، مرض محترم بايلاترال وسيمتريكال ومنظم وليه شكل معين. اما لو كان المرض غير محترم اصلا ليس له باترن معين وليس له شكل معين ولكن جاي بصفه عشوائيه، يبقى هذا المرض مرض ايه؟ امراض النيورولوجي كلها ثلاثه، يا فوكال يا سيستميك يا ديستمينيتد. لو اقول كلمه ديستمينيتد المرض عشوائي باتشي، واخد حتت هنا وحتت هنا وحتت هنا وحتت هنا وحتت هنا، وبعدين حتى كمان ديستمينيتد دي في كلمه ديستمينيتد انا اخد التفصيل بتاعته، ديستمينيتد ان تايم وديستمينيتد ان سايز. ديستمينيتد ان تايم يعني ايه؟ يعني مش هوبا جاله المرض مره واحده، لا ده مره جه في البرامدل ومره جه في السيرفيلا ومره جه في الاوبتيك ومره جه في البصير والكولر، يقعد على مدار 10 15 سنه عماله تجيله الحاجات على بعضها. وديستمينيتد انسايت ما بيجيش في حته واحده ولكن بياتي في اماكن متفرقه. اما المرض السيستميك هو مرض منظم بايلاترال وسيمتريكال وبيختار يعمل سيلكشن وان سيستم او نور بطريقه معينه بشكل معين. اما المرض الفوكال ده فهو بياخد كل حاجه بنفس الاناتوميكال سايت. الفوكال سباينال، فوكال سباينال ليها ثلاث اسباب. واحد قد يكون السبب كومبريشن. كومبريشن. حاجه ضغط على السباينال كورد. اثنين قد يكون السبب انفلاميشن. والانفلاميشن هنا ولا اسمه ايه؟ ترانزفيرس مايلايتس. او قد يكون السبب فاسكولار اوكلوجن وهنا اسمه انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. عشان تفهم هذا الكلام هحط المنظر التقليدي بتاعنا. هنحط هنا كده ترانزفيرس سيكشن في السباينال كورد. وهنا في جوه طبعا الايه؟ جراي ماتر ماشي اللي هو ده اسمه ايه يا ولاد؟ بصير الكورة مش جاي ليه؟ دي سنسيشن وفاين تاتش وده مين؟ برامينال يمين وشمال ده الموتور كان بيه هنا لاترال سباينال سلامك ها وفنترال لاترال شايل بينه التمبريتشر وفنترال شايل سيمبل تاتش. اقول لكم معلومه واقول لكم فهمتوا ايه. كل الجزء ده الجزء الامامي ده من السباينال كورد بيتغذى بالانتيرو سباينال كورد. بينما البوستيرو كولا بيتغذى بالبوستيرو سباينال كورد. اذا لما يتقفل الانتيرو سباينال كورد كله اتدمر وكله راح معانا معانا الديب سنسيشن والفايتر لان البوستيرو كولا مال سليم. لكن لو حد مثلا حصل له ترانزفيرس مايلايتس ده التهاب العقل كده هو ده مقطع اهو بس بدل كورد اهو فانا عملت التهاب العقل كده شلت كل حاجه حتى البصير وكله يعني المريض فقد كل حاجه حتى الديب سيزون الفايتر. يعني عايز الاجابه في جمله الاجابه في جمله واحده كيف تفرق انتيرو سبانر ارتري اوكلوجن من ترانزفيرس مايلايتس؟ عن طريق الديب سيزون الفايتر لو كانوا سلام يبقى انتيريور ولا انتيريور سباينر ارتري اوكلوجن ها
اما لو كانت مضروبه يبقى لها ترانزفيرس. ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ ان الانتيروس بره الارتري بيغذي الجزء ده كله ويسيب اللي ورا لمين؟ للبوستيريور. ها بينما الترانزفيرس ما بيشيل كل حاجه، كل حاجه حتى مين؟ حتى البوستيريور. فهمت ولا لا؟ قد يكون السبب كومبريشن، ما هو كومبريشن انفلاماتوري فاسكولار. قد يكون السبب بتاعنا كومبريشن، والكومبريشن ده قد يكون حاجه ضاغطه على السباينال كورد من بره او حاجه ضاغطه من جوه. لو كانت الضغطه من بره يبقى اسمها اكسترا ادلري كومبريشن، لو حاجه ضاغطه من جوه يبقى اسمها انترا ادلري كومبريشن. هو اولاد السباينال كورد كده وهو نازل، ركز بس معايا. فهو اكسترا بره ادلر سباينال كورد كومبريشن ضغطه، هو ايه الحاجه اصلا اللي حوالين هذا السباينال كورد؟ ها المينينجيز ثم الفيرتيبرا، يعني المينينجيز ثم يبقى اللي هيعمل اكسترا مدلل كومبريشن حاجه من الاثنين، يا اما حاجه مينينجيال يا اما حاجه فيرتيبرال ولا حاجه معترضه. حاجه مينينجيال ازاي يعني؟ اسهل كلمه مينينجيوما، وهتضغط على السباينال كورد يبقى الضغط جاي من بره يبقى اسمها اكسترا مدلل كومبريشن. باكي مينينجايز، باكي يعني كبيره، يعني المينينجيز بقت تخينه بقت ثك. مثلا مرض زي التي بي بيعمل جرانديلوما في المينينجيز فخلاها تبقى ايه؟ سك، فتروح ضغط على السباينال كورد فتصنف ايه؟ اكسترا مدلل كومبريشن. خدتوا الترم اللي فات ليوكيميا ولمفوما، عارفين اليوكيميا بيحصل انفلتريشن للسي ان اس للمينينجيز. ايوه. طب ولما بيحصل انفلتريشن للمينينجيز هتبقى ثك، ولما تبقى ثك تضغط على السباينال كورد وروزا، فتضغط على السباينال كورد تؤدي الى مرض ريجي يبقى اسمها اكسترا مدلل كومبريشن. طب ما حوالين المينينجيز كمان في عندنا الفقرات، وامراض الفقرات دي على فكره ما اكثرها، دي اكثر حاجه اصلا. امراض الفقرات ايه؟ ها ديسك رولابس بولس ديزيز، ها ديفورميتي تروما يا اولاد، او تيومر، تيومر اوستيوما او ميتاستاسيس جايه من اي مكان وجت قعدت في الفقرات، مش دي كل حاجه ضغطه من بره ولا ايه؟ يعني واحد عنده ديفورميتي او حصل له بولس ديزيز او حصل له ديسك رولابس او تروما جامده جت في ظهره من ورا، ده اشهر حاجه على فكره، او مثلا يكون عنده تيومر او ميتاستاسيس رايحه للبون رايحه للفقرات. طب ما في هذه الحاله ضغطه من بره يبقى اسمها اكسترا مدلري، يبقى الاكسترا مدلري نوعين، يا مينينجل يا فيرتبر. طب انترا مدلري كومبريشن، انترا مدلري في مرض بيجي في النص انت بيقعد يسحب كده 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 لغايه لما يهبش في البرامدل، ولما يهبش في البرامدل على الناحيتين يؤدي الى مرض ريشي. المرض ده اسمه سيرينجوميليا. ايه اللي بيحصل في هذا المرض؟ بيحصل بروليفريشن لاندفرنشال سيلز، خلايا غريبه يحصل لها بروليفريشن فتبدا تزيد في هذا المكان بس من غير ما يزيد البلاد سبلاي بتاعها. لما تبدا تزيد من غير ما يزيد البلاد سبلاي يحصل لها حاجه اسمها ايفاسكولار نيكروزس، هي زادت بس ما فيش حد بيغذيها، بيحصل فيها سكيميا تعمل نيكروزس. النيكروزس في النيورولوجيكال سيستم يا ولاد بيعمل جلايوزس. جلايوزس ايه جلايوزس؟ ماده كده عامله زي المهلبيه كده، جلايوزس اللي هو الفايبرس تيشو بتاع البرين يعني، ها جلايال تيشو يبدا يقع ويقع ويقع ويسيب لي كافيتي كافيتي كافيتي، والكافيتي يقعد يسحب 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 لغايه لما يطلع شمين. انت عارف باللغه العربيه السيرم مميز اسمها ايه؟ كلمه باللغه العربيه مميزه جدا باللغه العربيه اسمها ايه؟ اسمها تكهف النخاع. تكهف، فهمتوا ايه؟ فكافيتي كهف، المخاع هو سباينال كورد يعني، يعني هو من النص بدا يتاكل 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 زي ما يكون بقى مجوف من جوه. هذا هو التنويم ده فراغ وصل لغايه لما كان البرامدل والحاجات اللي حواليه كمان. طيب اسمها سيرينجو، يبقى السيرينجو مايليا هي نموذج لحاجه اسمها ايه؟ انترا بيدلري كومبريشن. انا خلصت اول عنوان، عايزين نقوله تاني بقى. وعلى فكره ده سؤال والله العظيم ب 10 درجات اسمه فيتيولوجي اوف باراجريجي، هنتكلم ازاي؟ هنقول عندنا ايه؟ سيريبرال. وبعدين انا بقول على فكره السيريبرال مش مهم اصل نخلص منها يعني. سيريبرال وسباينال، السيريبرال حاجتين. برين ستيم. يا كورتيكال يا برين ستيم، ولو كانت كورتيكال يا تروماتيك يا نيوبلاستيك يا انفلاماتوري يا فاسكولار، ولو كانت برين ستيم. مين لاين برين تيومر او سيرينجو بالجيا. هي زي السيرينجو ميليا بس في المظله الاوبلوجاتي بس اسمها سيرينجو بالجيا، بالجيا يعني مظله اوبلوجاتي. يا اما يكون المرض بتاعنا سباينال. ولو كان المرض سباينال فيه ثلاث احتمالات، يا اما يكون معاه سنسور ليبل يبقى اسمه فوكال، يا اما معهوش سنسور ليبل سيستميك، او معهوش سنسور ليبل ويبقى سيستميتد.
لو كان سيستمك قد يكون هيريديو فاميليا زي الهيريديتاريس بس البارابيجيا خدت الموتور بس، او قد يكون سكن من حاجه سيمتوماتيك بسبب حاجه بسبب مثلا باللاكرا يبقى في بايلاترال برامدل وبريفرال نيرف. قد يكون سب اكيوت بايلاترال برامدل بايلاترال بريفرال نيرف بايلاترال بوستيريو كولر كل واحده في مكان، او يكون ايديوباتيك زي الموتور نيرون ديزيز. قد يكون المرض عشوائي ديسيمينيتد لطش اماكن كتيره في حتت متعدده، ومن ضمن الحاجات اللي عملها معامل بارابيجيا زي الدي اس او ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس. او قد يكون المرض فوكال، فوكال يعني معاه سنسور ليفل، احترمنا الاناتومي ضربنا هنا كل اللي تحت ايدي ده حصل فيه افكشن لكن اللي فوقيه بيبقى سليم. كل اللي تحت ايدي بقى فيه مشكله ده يبقى اسمه فوكال ديزيز، وهذه الفوكال ديزيز قد تكون بسبب كومبريشن او انفلاميشن او فاسكولار. انفلاميشن اسمه ترانزفيرس مايلايتس، وفاسكولار اسمه انتيرو سباينال ارتري اوكلوجن. كيف تفرقوا بينهما؟ ديفرنسيشن انتيرو سباينال ارتري دمر كل حاجه ما عدا والفاين تاش، بينما الترانزفيرس مايلايتس ضيع كل حاجه حتى الديب سنسيشن والفاين تاش. قد يكون السبب كومبريشن، والكومبريشن حاجه من بره اسمها اكسترا مودالري، حاجه من جوه اسمها الحاجه اللي من جوه سهله هي سرينجو ماينيا، الحاجه اللي من بره يا اما منينجيال يا اما فيرتبرال. لو كان منينجيال منينجيوما باكي منينجايتس انفلتريشن باي نيوكيميك سيلز، او يكون فيرتبرال ديفورمتيز بولس ديزيز تروما ديسك برولابس تيومر ميتاستاسيز. هاي يبقى دي كلها اسباب. السؤال بينزل كده ايتيولوجي اوف بارابليجيا، سؤال صفحتين قدامك حفظ زي اسمك، سؤال ب 10 درجات مشهور جدا وبينزل كتير. في مشكله في الحته دي؟ ما احنا قلنا الحته دي في المكان ده كده اسمها باراسيجيتال تيومر. فلو عندي تيومر هنا تطلع ايه يا فوق؟ كمان نفس القصه لو هيمانجيوما عماله تكبر تكبر تضغط عليه. لو في هنا الساينس مش عارفه تعمل درينج مقفوله، فالحته دي مش عارفه توصل يعني الدرين المنطقه دي، فلو مش عارف تعملها درين يبقى فيها ستاجنيشن، والرونج ستاجنيشن يعمل سكيمي. ها؟ هو ليه الانتيريور سباينال ارتري اوكلوجن لما بيحصل بيفضل معانا مع الديب سنسيشن فاين سنسيشن؟ احنا قلنا الانتيريور سباينال ارتري بيغذي الجزء ده. تمام. والبوستيريور كولر بيتغذى بالبوستيريور سباينال ارتري. اللي هو بيشيل الديب سنسيشن بس. بالظبط. الفاين تاتش بقى. ما هو الديب سنسيشن والفاين تاتش مع بعض. البوستيريور كولر فيها حاجتين. ديب سنسيشن وفاين تاتش. السيستمات ممكن يبقى معاه سنسور النص عادي صح؟ طبعا بس مش نفس الليفل. يعني ما ضربش كده. هو ضرب الموتور وضرب السنسور في حته ثانيه او في حته ثالثه، فاهم؟ فاهم مش نفس المكان، لو في نفس المكان كان يبقى المرض فوق مش طبعا. في مشاكل؟ هو بصراحه يعني بصراحه بس مش عارف توهمكم. هو الانتيرو سباينال ارتري لو ضرب في مستوى عالي قوي بس ده توهمكم بصراحه يعني. انا ممكن اضيع كمان الديب سيجن والفاين تاتش بس لو ضرب فوق. بس عم نتكلم على مستوى السباينال كورد، اتكلمنا على مستوى السباينال كورد، فاحنا ينفع تاني نكون في الحته دي عشان ما تدخلكش في موضوع. هو السؤال كده وجات كده خالص. في الفوكا على نفس الليفل ولا تحت الليفل؟ ما هو بص انا تحت في موتور ده على نفس وقت الليفل في مشاكل. هو في اللي هو الفيرتيكال هتقولها حاضر ما جايز ماشي انا اسف هتقولها. بص يا ولد قبل ما ادخل في الكلينيكال بيكشر لازم نفهم حاجه كويسه. عايز افرق ما بين وهنمشي واحد خطوه خطوه يعني، وبعدين هنقرا الكتاب وهنمشي مع بعض مش هسيب كلمه. في دايما كلمه اسمها اكسترا مودالري كومبريشن وكلمه اسمها انترا مودالري كومبريشن. الاكسترا مودالري والانترا مودالري كومبريشن عشان تفرق بينهم لازم تبقى فاهم الاتي. اولا الاكسترا مودالري كومبريشن بيبقى اسيمتريك بينما الانترا مودالري غالبا بيكون سيمتريك. ايه الكلام ده؟ دلوقتي لو جت واحد خد كروما في ظهره او عنده تيومر او متاسس هي والكتاب معانا ومش هسيب حاجه. انا بقول دلوقتي عندي حاجه من بره تروما تيومر اي حاجه، هل هيجي الناحيتين زي بعض؟ يعني مثلا عربيه خبرته ولا اتوبيس خبرته هيطلع من الناحيتين زي بعض؟ فدايما يكون المرض بتاعنا اسيمتري. بقول لك انا عندي ضعف في الاثنين بس اليمين اكتر بس الشمال اكتر في ناحيه اكتر، طالما في ناحيه اكتر المرض بتاعنا. بينما الانترا مدلري بقى لو مش سنتي كده بيمشي سنتي كده يصل الاثنين برامل في نفس الايه؟ غالبا بيصل بنفس الوقت، وبالتالي البارابيجيا بتاعته بتبقى اسيمتريك. ده فرق. الفرق الثاني ده مهم قوي. الاكسترا مودالري كومبريشن بين فول اونست. الانترا مودالري كومبريشن بين ليس اونست. يعني ايه؟ هنا كده في حاجه اسمها دورسال روت جانجليون.
فيها لاترال بارت جايب الاحساس ومدخله كله كده صح. اي احساس بيطلع عن طريق مين؟ عن طريق الدورسال. واكيد الناحيه الثانيه نفس الحاجه. يبقى الاحساس كله بيطلع عن طريق مين؟ الدورسال. دي اول معلومه. ثاني معلومه، الاحساس في الترانك عندنا ماشي في صوره دوائر اللي هديك الرمله دايما يجوز. يعني ايه مثلا؟ يعني الاحساس عند النبل كده 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 ولافت من ورا. النبل ده اسمه تي 4. الكوستال مارجن مثلا كده 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 لغايه ورا تي 6. الامبليكس مثلا تي 10. الواين ليجمنت تي 12. يعني ماشي في صوره ايه؟ دوائر. ها يعني قدامه من جنبه من ورا كمان ماشي كده. اللي هديك الرمله بتحولي في الحته دي. لما اجي انا اضغط على الاحساس هنا الضغطه دي كومبريشن في الاول. هذا الكومبريشن بمثابه الريتيشن. واحنا الريتيشن في النيورولوجي يعني ايه؟ سيميوليشن. يعني ايه؟ يعني سيميوليشن يعني ازود الاكشن. يعني كده بزود الاكشن. يعني فرضا انا عندي ضغطه عند ثراسك 4. حلو كده؟ فبالتالي يقول لك يا دكتور الحقني الحقني يا دكتور انا عندي الم عندي وجع محزنني هنا عند ليفل اوف كام؟ اوف ليفل اللي هو ثراسك 4. يبقى انت كده انا جاي اشتكي من حاجه اسمها ايه؟ جيرتل بين. يبقى الضغط على حاجه اسمها دورسال روتس. يبقى لما ضغط على الدورسال روتس على الناحيتين يجي عليه يشتكي من ايه؟ جيرتل بين. اسمه الثاني راديكولار بين. واسمه الثاني تروت بين لان الضغط على الدورسال روتس يزيد مع الكحه والعص والاسترينج ويقل مع الريست والسبورت. هذا الالم في النيورولوجي الجيرتل بين مهم جدا يا ولاد. انتوا عارفين؟ لو جالي مريض في النيورولوجي والله وبيشتكي من جيرتل بين انا بفرح فرح. الجرد البين يفرحني فرحتين بالظبط. ده بيجاوبني على وين الزليجن وات الزليجن. لو واحد يقول لي انا عندي وجع معزمني اقول له فين؟ يقول لي عند النبل. اقول له بس عرفتك يبقى انت النبل بتاعك عند تي 4 والسبب اكس رمضان ريكومبريشن. يا دكتور عندي وجع معزمني عند سرتي اقول له كويس جدا. يقول لي يبقى فرحان. يقول لك مش فرحان فيك انا فرحان عشان حاجتين. انت عندك وجع معزمك عند سرتك يبقى الليفل كام؟ تي 10 والسبب بتاعنا اكس رمضان ريكومبريشن. فهمت ولا لا؟ يبقى وجود الجلد البين حاجه مهمه ولا لا؟ مهمه جدا. الجلد البين يشخص ايه؟ اكسترا مدلل ويحدد كمان. طب هذا الجلد البين لازم يضغط على الدورسال روت. هيحصل مع الانترا ولا مع الاكسترا مدلل؟ يحصل مع الاكسترا. لكن الانترا ازاي الانترا يوصل لهذه الدورسال روت اصلا؟ عمره ما هيوصل لها. فبالتالي هيبقى جلد البين. عشان كده بنقول ايه؟ الاكسترا مدلل اسيمتريكال وبينفول اونست. البدايه بتاعتها بينفول. اما الانترا مدلل سيمتريكال وبينلس اونست. الفرق الثالث مهم. اللي عنده اكسترا مدلل كومبريشن بيحصل له هايبوستيزي. دكتور هو في الاول بيحصل له اكسايتيشن وبعد كده في الاخر خالص ديستراكشن. يحصل هايبوستيزيا او اناستيزيا بلو ديليفري. تعرف الحته دي يا دكتور؟ دكتور ان شاء الله ضغط كده من بره ضغط على البرامج عملته بره ضغط على اللاترال سباينو ثيرابيك يبقى البيرو تمبريتشر تحت بقى قليل. ضغط على الفنترال يبقى السيمبل تاتش بقى قليل. ضغط كمان على البوستيرو كولم بقى عندي ديب سنسيشن وفاين تاتش. يعني ايه؟ بص يا دكتور ده كده السباينال كورد اهو ونازل فيه البرامدر على الناحيتين كده وقدام الفنترال وجنب لاترال وورا البوستيرو كولم. فانا جيت حزنته كده كده كل اللي تحت كل اللي تحت ايه؟ الاحساس فيه بقى قليل او ضعيف. يعني بص يبقى هايبوثيزيا اور اناثيزيا. ها يا اما قليل يا اما اختفى على حسب السيفيريتي اوف ديزيز. لكن كله تحت الليفل زي المنظر ده يبقى تحت الليفل. يعني لو جيت رسمت الشخص ده كده هنا لو ادي رجليه اهو هو مش حاسس في الرجل دي ولا في الرجل دي كده او الاحساس ضعيف لغايه ليفل معين حته معينه في الترانك. فاهمني ولا لا؟ يبقى ده اسمه سنسوري ليفل. لان انا ضربت التراكتس والتراكتس دي الحاجات الكبيره. هو يعني ايه تراكتس؟ ده اللي بينقل الاحساس من الروت دخلنا ها عشان يطلعها لغايه الثلمس. انا لما بعمل لها انتربشن يبقى كل اللي تحتها بدا ايه؟ يتاثر. وبما ان انا ضاغط هو السبايدر كورد حاجه صغيره انا بما ان انا محوطه من كل الاتجاهات يبقى انا فقدت كل الاحاسيس تحت الليفل. دكاتره اللي عنده اكسترا مدلل كومبريشن تحت الليفل يعني الرجلين لغايه حد معين فيها هايبوثيزيا او اناثيزيا بس المريض بيفقد ايه؟ بين وتمبريتش وسيمبل تاتش وديب سنسيشن وفاين تاتش. عشان كده بيفقد كل حاجه. لما يفقد كل الاحاسيس يبقى اسمها اسوشيتد سنسوري لوس. اسمها ايه؟ يبقى اللي عنده اكسترا مدلل كومبريشن اقول جمله على بعضها هيبقى عنده هايبوثيزيا اور اناثيزيا بلو ذا ليفل اوف اسوشيتد نيتشر. يعني ايه اسوشيتد دي؟ ليه فقدت كل حاجه؟ ضربت كل التراكتس. حلو كده؟ تعالى للعين الثاني اللي عنده انترا مدلل كومبريشن الليجن هنا الحته الزرقاء دي ده الليجن ده
هو ده عارف يوصل للاترال ولا البوستير ولا مش عارف يوصل للتراك اصلا. اصلا مش عارف يوصل لحاجه منهم فمش هيأثر على حاجه تحتهم. بس كل شطارته في ايه؟ الفايبرز اللي بتعدي من قدامه بيضربها. يعني بص كده الفايبرز جت معديه من هنا دخلت كده 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 بتعدي من قدام السنترال كانال عشان توصل لهنا. هو يلطشها هنا. يلطشها في الحته دي ات ليفل. يعني ايه يا دكتور برضه؟ اكزامبل. لو انا بعد الشر عليا يعني عندي سرينج ميري عندي دي 4. انا عندي سرينج ميري عندي دي 4. فيجي الاحساس كده هو داخل اهو دخل هو دخل دخل ماشي عادي 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 ودخل دخل 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 وهو بيعدي من هنا راح مضروب. اصبحت انا في الجزء ده دايما يدور ايه؟ مش حاسس لكن فوقيه وتحتيه. يبقى المشكله في الحته اللي حصل فيها سرينج ميري بس. فهمتوني؟ دي المعلومه الاولى وصلت؟ المعلومه الثانيه السرينج ميري لما بتيجي ما بتجيش في سيجمنت واحد. تيجي في ثلاثيك 4 و5 و6 و3 و2 و1 وممكن سيرفايكل 8 كمان. اصبح العين الجزء ده وده ومن ورا وممكن جزء من كتفه مش حاسس بيه لكن فوق وتحت كانه لابس جاكيت من عدم الاحساس. يبقى اسمها ايه؟ جاكيت اوف سنسوري لوس. يبقى اللي عنده انترا مدلر الكومبريشن معاه ها جاكيت اوف سنسوري لوس. ليه جاكيت؟ لانه ما قدرش يوصل لمين؟ اروح وخلاص؟ لا تمام ما تنطقوا طيب. مش عارف يوصل للتراكس الكبيره. هو شاطر على ايه؟ على الحاجات اللي بتعدي والسلام. فهمتوني ولا لا؟ يعني هو بيتشطر على الفايبرز اللي بتعدي وهي دايما تيجي في اللور سيرفايكل والابر ثراسك. يعني المنطقه بتاع مش لازم شاكل بقى يعني وكمامه مش كده يعني. عارف البرود بتاع البنات ده كده ولا حاجه كده يعني حاجه زي كده يعني في حته اول مش حاسس فيها لكن الكوعي حاسس واللي تحتيها حاسس. ازود بقى الكلام بقى اصحى للكلام. بص ركز معايا. اي احساس بيدخل من هنا البين والتمبريتشر والسيربل تاتش بيعدوا. البين والتمبريتشر بيعدوا يطلعوا في اللاترال سباينو ثلاثي والسيربل تاتش بيعدي في الفنترال سباينو ثلاثي. حلو كده؟ بينما الديب سنسيشن والفاين تاتش بيفضلوا طالعين في نفس الناحيه في البوستير كولر لغايه اللور بارت وبيضلوا بروجات يعدوا للناحيه الثانيه وكملوا في الناحيه الثانيه. ها شاطر. يبقى لما نضرب هنا بندمر مين؟ بين وتمبريتشر وسنترال تاتش بينما الديب سنسيشن والفاين تاتش ار بريزيرف. يبقى هذا المريض اللي عنده جاكيت اوف سنسوري لوس فقد كل الاحاسيس؟ لا لا فقد بعضها وساب بعضها. لما مريض بيفقد احساس ويترك الثاني يبقى اسمها ديسوشيتد سنسوري لوس. يبقى اللي عنده انترا مدلر كومبريشن عنده جاكيت اوف سنسور لوس اوف ديسوشيتد نيتشر. هتفهم حاجه؟ ايه الفرق بين اسوشيتد سنسور لوس وديسوشيتد سنسور لوس؟ دي كله اسوشيتد يعني كل حاجه لكن ديسوشيتد حاجه. اسمحوا لي بقى نعرف من بره الموضوع تماما يعني. عايز صفحه فاضيه كده عايز خمس سطور وكله يكتب معاك كلمتين دول على المستوى العالي بقى قوي يعني. هنكتب ايه في اي حته فاضيه كده ها خمس سطور. هنقول العنوان بتاعنا اسمه ايه؟ causes of dissociated sensory loss in neurology. causes of dissociated sensory loss in neurology. ايه الحاجات في النيورولوجي اللي بتعمل dissociated sensory loss؟ يعني dissociated يا باشمهندس؟ يعني ايه dissociated يا هو؟ يعني ايه dissociated يا حبيبي؟ يعني ايه كلمه dissociated sensory loss؟ ها؟ يعني ايه؟ ما تعرفش ليه؟ لا يعني ايه دوسوشيتد يا دكاتره؟ يعني فقط حاجات وساب ايه؟ واللي بيعمل كده في النيولوجيا اربع امراض منهم اثنين واخدينهم دلوقتي. واحد انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. واحد انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. حد يشرحها لي؟ ايوه كل حاجه بسبب البوستيريور كولر. بديل سنسيشن اوف فاين تاتش سولير. سهله. اثنين سرينجو مايلي. لا
لان انا خدت الحاجات اللي بتخص الحاجات اللي بتعدي بس اللي هم البين والتمبريتشر والسامبل والباقي سليم. ميدو معايا ولا ايه؟ فاهم؟ ده ديت عكس اللي احنا خدناه. ها؟ الانتيريور سباينال ديت عكس اللي احنا لسه واخدينها في الاخر. مع الخنديات بتضرب زي بعض. زيها؟ اه. الاثنين بصيروا كولم سريين. الاثنين بصيروا كولم اه تمام زي بعض. زي بعض. بس خارجين من الامتحان بقى هو. لسه خارجين من الامتحان. لا منك ولا من اهلي. هلاقي من مين ولا مين؟ ثلاثة يا رب يكونوا فاهمين. براون سيكوال سندروم سبايدر ايه ده؟ طيب هو السبايدر امبليجيا انا ضربت هنا والله شفنا حلقة الاسبوع اللي فات ايوه انا ضربت هنا يبقى عنده امبليجيا ومعاه ديب سنسيشن وفاين تاتش والناحية الثانية بين وتمبريشن وسيمبل تاتش يعني ناحية فيها فاين وديب سنسيشن وناحية ثانية فيها بين وتمبريتشر وسيمبل يعني كل واحد ناحية لوحدها تبقى ايه؟ ديسوشيتد يا رب معايا ولا لا؟ ايوه والله دي اسهل واحدة اه والتاتش حتى قلنا دي مش دوبيلاترال واحدة فاين وواحدة سيمبل مش كده ولا ايه؟ مش كده مفيش ابدومينال مش ولا ثلاثة؟ ايوه مش كده مفيش ابدومينال فيكس من الناحيتين اه ظبطها ولا لسه؟ أربعة ربنا يستر بايكا اوكلوجن بايكا بي اي سي اي ده اختصار مشهور يعني بايك انا اشرح يعني posterior inferior cerebellar artery occlusion ها بايكا اوكلوجن ايه البايكا اوكلوجن ده بص يا بس قولوا بصوا لي عشان يفهم بصوا لي بصوا لي يا دكتور الاحساس بتاع نص وشي ده بيدخل في البرين ستيم ويتقسم لثلاث برانشات الديب سنسيشن بيطلع في الميد برين يعمل ريلي فور في حاجه اسمها ميزنكيفاليك نيرف والتاتش بيدخل قدامه على طول في البونز في المين سنسوري نيوكلس ويعمل ريلاي والبين والتمبريتشر ينزلوا تحت في المظله الاوبلونجيه في السباينال نيوكلس ويعملوا ريلاي يعني الاحساس بتاع الوش على مستوى البرينس بيحصل له بيتقسم على حسب الوظيفه الديب سنسيشن يطلع فوق والتاتش في النص والبين والتمبريتشر تحت فاهمين حاجه الاحساس بتاع وشي مش وشك ده في بين وتمبريتشر وسيمبل تاتش وفاين تاتش وديب سنسيشن امسك العضله دي سنسيشن فايبريشن مثلا مش كده ولا لا؟ طيب الاحساس ده كله لما يدخل في السباين في البرين ستيم بيتوزع فوق دي سنسيشن في النص تاتش تحت بينه تمبريتشر حلو البايكا ده الارتري ده بيغذي اللاترال بارت اوف ميدال اوبلوجات اللي فيها السباينال نيوكلس اللي فيها البينو تمبريتشر شاطر فين؟ قفلناه فالسباينال نيوكلس ضاعت اصبح مش حاسس ايه؟ لكن باقي الاحاسيس يبقى ديسوشيتد ولا لا؟ يبقى بايكا اوكلوجن يبقى هشرحها ان شاء الله الجمعه تقريبا الجمعه تقريبا او الخميس مش فاكر هو في حاجه اسمها بلاد سبلاي كده؟ اه دي مهمه جدا اه الجمعه هنشرح ان شاء الله الموضوع ده بس تبقى فاكر بقى ان السباينال نيوكليس بتتغذى بمين؟ والسباينال نيوكليس شايله ايه؟ شايله ايه؟ شايله بينو تمبريتشر يبقى مين اللي ضرب؟ البينو تمبريتشر باقي الاحاسيس هتبقى ايه؟ هتبقى ثانيه بس اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها ديسوشيتد سنسور وصلت ولا لسه؟ نرجع لموضوع ايه في المين سنسور في البونز بص يا ولاد الاكسترا مودولار كومبريشن اسيمتريك وبين فور اونست معاه جرد البين في البدايه وبيكون هايبوثيزيا او اناتيزيا بلو دي ليفل اوف اسوشيتد نيتشر الانترا مودولار اسيمتريك غالبا بين نس اونست ملوش دعوه بدور صاروخ اساسا ولا جرد البين معاه جاكيت اوف سنسور لوس اوف اسوشيتد نيتشر بفقد البين والتمبريتشر والسيمبل تاتش والباقي يكون سليم الفرق الرابع وعلى فكره الفرق الرابع ده يعني احبوه الى قلبي والفرق الرابع ده اصلا بيخلص لك الحاله بالتليفون وغير ما تفحص ولا تعمل اي كلمه هي كلمه وتنهي المناقشه كلكم عارفين يا ولاد بس قولوا لي اه ولا لا كلكم عارفين ان البلادر اندر كنترول اوف برامينال باي لاترال كلنا عارفين المعلومه دي طيب بص بقى بص الفايبرز اللي رايحه للبلادر هي الفايبرز الداخليه في البرامينال بينما البرامينال في السباينال وبناء عليه لو عندي انترا مدلل قبل ما يعمل بارافيجيا اصلا لازم ينقش مين؟ يعمل لي بيرسبتنس اوتوماتيك بلادر يعمل اي حاجه يعني يبدا المرض بايه اصلا؟ يعني مستحيل يحصل له بارافيجيا غير لما تضرب مين؟ بينما الاكسترا مدلل جاي من بره صح؟ على ما يوصل لها ليت اور نو عشان كده هقول هنا من ضمن الفرقات ايه؟ هقول مع الانترا مدلل كومبريشن شرط اساسي ايرلي يورينري بلادر افكشن اما مع الاكسترا مدلل هقول ايه؟ ليت اور نو ليت
اور نو، يعني يحصل في الاخر قوي او اصلا ما يحصل شيء. قال ان البرادر هي الفايبرز الداخليه. سهله والله سهله. طب ايه بقى المقصود ده؟ عارف انت الفرق لو انا قال لي انك صح سوري انا قال لي اللي انت هو اللي قال لي انت الراجل وليس عم يقول لي. بص يا الاحساس بتاع المقعده اسمها الحته اللي هو علينا كده حوالين الجنس دي اسمها سهل الشيب دي. الاحساس بتاعها مش قال ايه اس 3 4 5 اس 3 حوالين الجنس دي اس 3 ثم 4 ثم 5 فدي المقعده ها اسمها سهل الشيب دي. السادر شيب اريا الاحساس بتاعها طالع في السباين وثلاثي كان يا ولد او قرموس شد فيها يبقى الاكسترا سيلر حصل عليه. يبقى ايرلي افكشن مع مين؟ يبقى الاكسترا مدلر معاه ايرلي افكشن وسادر شيب اريا. اما الانترا مدلر بيعملها سبير بيسموه سيكرال سبير يعني ما بيضربش مين؟ يعني الاحساس بتاع المقعده يبقى ايه؟ سيبر. اصل الرد دي بره قوي هو اللي من جوه ده هيوصل لبره ازاي اصلا مش ممكن يوصل لها عشان كده تبقى ايه تبقى سليمه. يبقى ايرلي افكشن اوف سادل شيب اريا من المواصفات. انا دخلت على الحاله في الامتحان فانا حاله كلينيكال يعني فانا قلت انها حاله بارابليجيا اكسترا مودلر كومبريشن. فانا بسال السؤال ده انت ليه قلت عليها اكسترا مودلر كومبريشن؟ تقول اصلها اسيمتريكال يا دكتور اليمين اكتر من الشمال. اصل يا دكتور العين كان بدا الاول بجرد البيت. على فكره نبدا بجرد البيت انت من المحظوظين والسعداء اقسم بالله. لو جالك مريض بادئ بجرد البين لازم ترفع فرحتين خلاص انا زهقت من الكلمه دي ماشي عرفت المكان فين وعرفت ان السبب بتاعنا اكسترا مودلر كومبريشن. نمره ثلاثه لا اصل يا دكتور الحاله بتاعتي فيها هايبوثيزيا او اناثيزيا تحت الليفل. يا دكتور الباترن اوف سنسور افكشن فقط كل حاجه اسمه اسوشيتد نيتشر. يا دكتور ما عنديش برادر افكشن مع ان المرض بقاله 20 سنه. يا دكتور انا ما عنديش او عندي ايرلي لوس اوف سنسيشن اوف سادل شيبد اريا. يبقى دي مواصفات حاجه اسمها اكسترا مودلري كومبريشن. المهم هنيجي لموضوعنا بالظبط كده. البرامدا نازل قوي لازم في اللاتر كورد. البرامدا نازل في اللاتر كورد فالانترا مودلري بياكلوا منه. كانوا هنا خلاص. انا مالي مال كروس ومش كروس وده عدى خلاص وبقى هنا وده عدى وبقى هنا. انا مالي بالكروس. انا بقول الديب سيشن بيطلع كده هنا بعيد كده لغايه المظله بيعدي في المظله كله متشال هنا. انا مالي مال هنا اصلا مش عارف اوصل الحته دي. طيب من هذا الكلام هتوصل لحاجه مهمه. هنعمل دلوقتي على السبوره كلينيكال فيتشر اوف بارابليجيا. برضه دي من الحاجات العملاقه وده سؤال في 10 درجات. كلينيكال فيتشر اوف بارابليجيا بس ان شاء الله بعد الانترودكشن الكبيره دي هيبقى سهل كده. تصحى يا سكول تحصل لك ها؟ حاجه صحيح. بص يا دكتور كلينيكال فيتشر اوف بارابليجيا بقسم الكلام على عنوانين. في حاجات بتحصل ات ليفل وفي حاجات بتحصل تحت الليفل. واللي تحت الليفل ده بيحصل افكشن طبعا للموتور وفي مشاكل في السنسيشن سنسوري. وبعدين طبعا المرض بايلاترال فلازم البلادر يحصل لها ايه؟ يحصل لها افكشن تمام غير الهيمبليجيا. بقول لك ايه؟ يجيبك يمين شمال في عاده الهيمبليجيا تقول البلادر بقى ليه؟ البلادر سليمه ليه؟ لان المرض بتاعي يونا ات ليفل. ات ليفل في حاجتين كلام سهل ممكن تلاقي فيرتبرال ساينس وتلاقي حاجه اسمها راديكولر مانيفستيشنز. فيرتبرال دي بشرط يا اولاد ان يكون المرض اصلا بالفترات. هو دلوقتي بالراحه كده وعلى فكره كلام منطقي جدا. هو لو عامل حادثه ومبوس لها تبص على ضهره تلاقي في سكار. لو عنده كيفوزس او بوتس ديزيز تلاقي في ديفورمنت. لو عامل عمليات تلاقي السكار بتاعها. لو في ديسك اتخبط على ضهره تلاقي في تندرنس. يبقى انا هلاقي حاجه اسمها فيرتبرال ساينس بس في مين؟ في المرض اللي عنده اكسترا مدلل الكومبريشن. والمرض في ايه؟ لكن مثلا لو مرض في المنينجيس لا مش الكلام ده. لو مرض يا دكتور في البتاع ده في مثلا الترانسفيرس ماليش دعوه. لو مرض اكسترا مدلل الكومبريشن لا ما عنديش الحاجات دي. يبقى لما اقول فيرتبرال ساين لابد ان يكون المرض ايه؟ فيرتبرال. لابد ان يكون المرض ايه؟ مش قلنا اكسترا مدلل الكومبريشن يا منينجيال يا فيرتبرال. لو كان فيرتبرال لابد ان الاقي حاجه اسمها فيرتبرال ساينز. راديكولار مانيفستيشنز سهله بس لازم احط لكم المنظر التقليدي. اصلا ما عنديش غيره. بص يا دكتور انا ما عنديش غير الكلمتين دول والله كل مره. انتوا مش عارف حسبته كده ولا لا؟ مش طالع من هنا الموتور يا ابني؟
وراجع من هنا سنسوري وهنا موتور وهنا راجع سنسوري، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ لما اقول لكم دلوقتي عندي اكسترا مودلر كومبريشن، مش هقطع الموتور والسنسور على الموتور روت وعلى السنسور روت. طيب بالراحه، لما اضغط على الموتور روت لير انتيريور، هو ده ايه؟ لور موتور ولا اوبر موتور؟ هيحصل لوكالايز لور موتور نيرون، لور موتور نيرون ريجن اتيفيتي. لما اضغط على السنسور اللي هي الدور سيلف، في عندي اريتيشن ثم ديستراكشن. اريتيشن يحصل حاجه اسمها جيردل بين، لسه قايلها. لو ديستراكشن يحصل لوس اوف كول تايبس اوف سنسيشن. تعالى هنا عشان نفهم. ضغط يا ولاد على الموتور روت دي، مش دي دلوقتي اللور موتور ايه؟ ضغط عليها يبقى قالت ليفل في لوكالايز ايه؟ لور موتور. ازاي يعني يا دكتور؟ بص يا ولاد، المنطقه دي بتاعت ايدي هنا بتاعت الهاند والصوابع دي بتتغذى بسرفايكال 8 وثوراسيك 1. فانا عندي مرض كومبريشن عن سرفايكال 8 وثوراسيك 1. طبعا تحتيها هيحصل ايه؟ بارابليجيا. ها الهايبرتونيا والهايبر فيكس والحوار ده، يعني تحت الليفل في ايه؟ بارابليجيا، وفي عندي لوس اوف سنسيشن والحوار ده. لكن اجي عند الحته بتاعت ايدي دي الاقي الصوابع من هنا والعضلات دي بدات تخس، يحصل ويستنج وفي سمول مصر سوزان، تبقى هايبوتونيك كده وخاسه وتروفيك تشينجز. فانا معايا ايه؟ بس الحته دي بس، لكن هنا سليمه. فاهمني ولا لا؟ واللي تحت ده في بارابليجيا اوبر موتور، لكن الحته دي مكان لوكالايز فيها يا ولاد. يبقى لوكالايز لور موتور نيرون ريجن قد ايه؟ قد ليفل. مرات يبقى عنده ثراسك اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته او سبعه او ثمانيه او تسعه او 10 او 11 او 12. ولو حصل اللور موتور عند مستوى في الترنك مش هيظهر حاجه. افهمكم حاجه؟ هو لما جه عند سيرفايكال 8 او تي 1 قلت لك دي الهاند دي الاصابع، فالويستنج والهايبوتونيا هيبان. لكن لو حصل على مستوى الترنك، هل في ويستنج في الترنك؟ هل في هايبو؟ هل في تون هنا بتعمله؟ هل في اصلا ديب ريفلكس بتعمله؟ فاهمني ولا لا؟ حتى يا ولاد الترنك لما يحصل فيه ويكنس في العضلات اللور موتور هيحصل له كرش، يعني مش هتخس لجوه. فاهمني ولا لا؟ عشان كده وي كان نوت ديتكت لور موتور نيرون ليجن ات ليفل اوف ترانك. ما نعرفش نعمل ديتكشن للور موتور على مستوى مين؟ لسه في المحاضره قبل واحد يقول لي يا دكتور هو مثلا عنده شعر في صدره فتلاقي حزام كده الشعر بتاع. ايوه ممكن طبعا الكلام منطقي، بس في حاجه يا ولاد هو مش مثلا عندها شعر يعني الشعر كمان مش هتبص على كل حاجه على الهير وخلاص. انا عندي اهم حاجه التون، اهم حاجه ديب ريفلكس. فهمتوني ولا لا؟ يبقى لما ضغط على الموتور روت يحصل ايه؟ لوكالايز لور موتور نيورون ريجن هات ليفل. ولو جت على مستوى الترنك هو فيه بس كان نوت ديتكت، ما اعرفش اعمل لها ديتكشن ليه؟ في كان نوت ديتكت لور موتور في الترنك مش عارف اعملها صعبه. فاهمني ولا لا؟ طيب ضغطنا على الدور سابون، على فكره الكلام متعاد اهو، مش الدور سابون في الاول اريتيشن في الاخر ديستراكشن. اريتيشن على ناحيتين يقول لك ايه؟ انا عندي وجع محزنني، تزعل ولا تفرح؟ افرح فرحتين. اقول له المكان فين وطلعت الليفل والسبب اكسترا مودلر كومبريشن. طب هو هيفضل على طول اريتيشن؟ لا ده يقعد شهر ولا حاجه اريتيشن، لقيت الام تتدمر تتكسر. مش ده داخل كل الاحاسيس؟ يبقى عندي لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشن ات ليفل. خلصوني من اول حته، واحد عنده مرض بيجي ايه اللي بيحصل ات ليفل؟ هلاقي فيرتبرال سايز، بس بشرط يكون المرض فين؟ قول لي امثله. ستار سويلنج او ديفورميتي تمام. ها راديكولار مانيفستيشن بتحصل مع الاكسترا ميدالري. لو ضغطنا على الموتور روت لوكالايز لور موتور نيرون ليجن بط اف انترانك كان نوت ديتكتد. ها لو عندي سنسوري بقى في الاول اريتيشن جيرد البين وفي الاخر ديستراكشن لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشن. قشطه تحت الليفل موتور وسنسوري اوتوماتيك كام سنه؟ موتور. تعالى نشوف الموتور. موتور ايه اللي يحصل موتور؟ لو المرض جالي اكيوت غير لما يجي لي جرادي. اكيوت زي تروماتيك انفلاماتوري فاسكولار لازم ندخلها الاول في حاجه اسمها ايه؟ شوك ستيج، ودي بيكون فيها فلاسيديتي تقعد من اسبوعين كده سته، بعد كده يدخل فين؟ في الاسباستيك ستيج. اما لو كانت جرادي في اسباستيك بروفيسور. في الشوك ستيج ايه اللي حصل في الشوك ستيج؟ طول عمر الانتيرير هورن سيلز مستنيه اشاره تجيلها من البراند يقول لها اشتغلي، هو اللي بيظبط التون، هو اللي بيعمل لها كل حاجه. ابوها مات فجاه مره واحده، دخلت مرحله ايه؟ تقول لك انا مش شغاله، معناها تقدر انها تشتغل، تقول لك انا مش شغاله. يدخل في هايبوتونيا وهايبو
ريفلكس هتقعد من اسبوعين الى سته اكوردنج تو جنرال كونديشن اوف بيشنت. ايه برولونجد؟ باد بروجنوزس. ها لو كانت فتره قصيره جود بروجنوزس. في نهايه الشوك ستيج يبدا يحصل له بوست بابنسكي ويبدا يجي له هايبرتونيا ويجي له هايبر ريفلكس خلاص. بس خدوا بالكم المره دي بادي البراند الواحد اللي مضروب ولا الاثنين؟ لازم يحصل بلادر افكشن صح ولا لا؟ والبلادر افكشن في الشوك ستيج يقول لك انا مش عارف اشتغل. ما طول عمر السنتر بتاع البلادر مستني اشاره من مين؟ البراند ما جاش النهارده واخد بالك. مات مره واحده بيدخل في حاجه اسمها ايه؟ شوك ستيج اللي هي يكون فيها ريتنشن اوف يورين. يقعد قد ايه دكاتره؟ من 2 ل 6 اسابيع اكوردنج تو جنرال كونديشن. بعد كده يخف يا اما يسيب شويه ريزيديوال افكت وكفايه. حلو الكلام؟ الاسباستيك ستيج يا اما هو جرادوال فاسباستيك من الاول او كانت اكيوت فلاسس ثم دخلنا في اسباستيسي محصله واحده. في الاسباستيك ستيج اقول 7 حاجات المفروض انتوا عارفين 6 منهم. واللي مش عارف يخلي جنبه يديله على قفاه يفوقه بجد والله. انا اقول 6 حاجات. واحد هلاقي عنده ويكنس في رجل الاثنين اوف ابر موتور نيرون ليجن ديستال اكثر من بروكسيمال. ابداكتور اكثر من ابداكتور. بروجرافيتي فليكسور اكثر من اكسنسور انتي جرافيتي. يبقى ديستال اكثر من وابداكتور اكثر من ابداكتور وفليكسور اكثر من. في مشكله في المعلومه دي؟ مش ده ابر موتور ولا ايه؟ مش دي اول حاجه قالت في النيورولوجي في الناحيه الشمال من الجدول. هلاقي عندهم هايبرتونيا كلاس منافس بس تيستي موافقين؟ موافقين؟ ايوه. هلاقي عندي بايلاترال بوست بابنسكي. ايوه. هلاقي هايبر ريفلكس. هلاقي باثولوجيكال ريفلكس. ولو الحاله سيفير هلاقي كلوز. لو الحاله سيفير هلاقي كلوز. ده الجدول بتاع مين؟ انا خدت الخانه الشمال كلها. قلت 6 حاجات. ديستريبيوشن. هايبرتون بوست بابنس هايبر ريفلكس باثولوجيكال ريفلكس سكولر. بس الكلام ده كله حصل في الايه؟ يا اولاد مش احنا في حصه ميكانيكا المره اللي فاتت جبنا عيال عنده هيمبليجيا لقينا مواصفات الابر موتور واخده ايه؟ ناحيه. المره دي هنقول ايه؟ مواصفات الابر موتور بس واخده مين؟ رجلين مش الناحيتين رجلتين رجلين. لكن الابر ليه مالها؟ اصل انا بتكلم على بره بليجيا فهمتوني ولا لا؟ ولما هو يجي يمشي عشان الهايبرتونيا والاسباستيستي يقعد يمشي حاجه اسمها سيزورنج. طيب اخبار بقى الابدومينال ريفلكس ايه مع المرض دي؟ الحته دي حلوه. الابدومينال ريفلكس بيعملوا زي ما عامل سكراتش كده وكده 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 يحصل ابدومينال كونتراكشن. حلو. الابدومينال ريفلكس ده بياخد من دي 6 لدي 12 من دي 6 لدي 12. البراند ده نازل كده. لو واحد عنده بارابليجيا والبراند ده مضروب فوق دي 6 فوق دي 6 يبقى كل الابدومينال ريفلكس بره. لو البراند ده مضروب تحت دي 12 يبقى كل الابدومينال ريفلكس موجود نورمال. لو مضروب عند تي 10 يبقى النص اللي فوق شغال النص اللي تحت مش شغال. اخبار الابدومينال ريفلكس ايه مع البارابليجيا؟ على حسب الليفل. لو كانت البارابليجيا فوق تي 6 كله ضاع. مش انا ضربت البراند على الناحيتين والسوبر فيشر بيبقى تحت الليفل؟ يا اولاد مش بيبقى تحت الليفل. مش الليفل كان بيبقى في ناحيه؟ طب انا عندي اثنين هنا براند مضروبين فوق تي 6 فبالتالي يبقى في الناحيتين. طب لو الليفل تحت تي 12 كله سليم عند دي 10 النص اللي فوق شغال النص اللي تحت. اتفهمت؟ اتفهمت؟ ايوه دي اسمها ليفلنج بطلعها عن طريق مين؟ هذا الابدومينال ريفلكس العظيم جدا المهم جدا. طيب واحد عنده بارابليجيا في الاسباستيك ستيج السؤال لحضرتك رجليه متنيه ولا مفروده؟ ليه مفروده؟ وعنده ويكنس في الفلكسور فالتون عينه مين؟ في الاكسنسور. فلما تلاقيه ماشي رجليه مفروده. لما تلاقيه نايم رجليه مفروده حتى لازقين في بعض كده ادكتد وهايبر اكستندد لكنها مفروده. عارفين بيسموها ايه؟ بارابليجيا ان اكستنشن. ليه بيسموها ان اكستنشن؟ لان رجليه مالها؟ مفروض. فيعني بس تستي الهايبرتونيا في وضع الايه؟ ليك. وده الاساس بتاعنا يعني ده اللي عليه العين اصلا يا ولد. وده الاصل بتاعنا نادر بارابليجيا يعني ان اكستنشن. في حته علم حرام كده هقولها للي عايز اللي مش عايز يكبر ده. بيقول ايه العلم الحرام ده؟ بيقول ان البارابليجيا ان اكستنشن ممكن تتحول من بارابليجيا ان اكستنشن تو بارابليجيا انفريكشن. ودوت معناها ان البرامده اللي اتضرب ثم اتضرب كمان الاكسترا برامده. اصل الاكسترا برامده يا اولاد بيعمل ريجيديتي بس بتاخد وضع الفريكشن فيتحول من بارابليجيا ان اكستنشن تو بارابليجيا ان. يبقى لو الاكسترا برامده كمان اتضرب تتحول الى ايه؟ الى بارابليجيا ان. بس الاكسترا برامده ده بيعمل ريجيديتي رهيبه. ريجيديتي اعنف من الاسباستيستي. ريجيديتي جامده لدرجه ايه؟ انك تيجي تعمل له ديب ريفلكسز ما تظهرش. تيجي تعمل له الباثولوجيكال ريبورت ما فيش الكلام ده اصلا.
لا في باثولوجيكال ولا كلونس، لان العضله اساسا مخشبه مش راضيه تديني حاجه. دي ريجيديتي اعلى بكتير من حاجه اسمها سباستيستي، يعني العضله مش بتديني اي ريسبونس بالمره خالص. يبقى معايا هايبرتونيا لكن في هايبرفلكسيا، والباثولوجيكال والكلونس يختفوا. طب اقول لكم حاجه، واحد عنده بارابليجيا اكستنشن، هو نايم كده نايم كده ورجليه مفروده، لو جيت قعدت ابني صوابعه تحت مش هعرف يسحبها مني، لو جيت ازغزغه مش هعرف يسحب رجله. ليه؟ عنده ويكنس في الفليكسور والهايبرتونيا في الاكستنسور في رجله مفروده. عارف لو بدا يباص من بارابليجيا اكستنشن تو بارابليجيا انفليكشن، اجي العبه في صوابعه واعمل له بلانتر فليكشن كده واعمل له اسلوب يسحب رجله. تقول لي ده بيسحب رجله، اقول لك ايوه، ما هو التوب بدا يعلق مين؟ في الفليكسور. وعلى فكره ده ريفلكس وصفوه ثلاثه اصحاب، بيير ماري بو، الله يحرقك. ها بيير ماري، هي مكتوبه بوكس وبو مكتوبه، ما هو القلم مش مكتوب في الكتب بس والله علم حرام. بيير ماري بو يعمل ايه؟ يعمل بلانتر فليكشن في الاصابع، يروح هو ساحب رجله لفوق. هو المفروض ان مريض البارابليجيا ما يعرفش يهدي ركبته، ده بدا يهدي ركبته لان التوب بدا يعلى في الايه يا ولاد؟ بالفليكسور. مش كده وبس، المنطقه بتاعت اللور ليمب دي بقت خارج السيطره. ده انا كان عندي البرامدر بيعمل انهيريشن لكل حاجه، والاكسا برامدر بيحافظ لي على كل حاجه، الاثنين اتشالوا يا ولاد. العين ده بيحصل له حاجه اسمها ماس ريفلكس، حاجه قذره جدا، عنوانه خربشه تؤدي الى صرصره. العين ده هم بيغيروا له البامبرز ومش عارف ايه وكده، يجوا يلمسوا الميديا الازبك، بينظفوا الميديا الازبك اوف سايد، يحصل له مثلا ديفيكيشن وميثيوريشن، يلمس البينس بتاعه يحصل له ايجاكيوليشن. يقول لك المنطقه دي بقى فيها حاجه اسمها ايه؟ دي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي، دي منزوعه نيرفيشن اعصاب، مفيش حاجه عملها كنترول، فبقت هايبر سنسيتيف. اي خربشه تؤدي الى ايه؟ الى صرصره. اي خربشه تؤدي الى صرصره يبقى اسمها ماس ريفلكس. دوت لو عدينا من بره بليجيا فروم اكستنشن تو فليكشن، هذا الكلام علم حرام ما بيحصلش وغير مفهوم، ده اللي فيه غير منطقي، رفضه بالمره. خلاص فور يا جدع. سنسور هو طبيعي ان المريض اللي عنده بارابليجيا ما يعرفش يتروح، بما ان الدوم بدا يعرف الفليكسور يعرف ايه؟ دي برضه دي فكره. اي حد لا وعي عنده دوم بس هو ما كانش عارف يسمع ان الفليكسور كان of associated nature with early affection of sudden shift area. صباح الفل. اللي عنده اكسترا مدلر كومبريشن عنده هايبوثيزيا اور اناثيزيا بلو دي ليفل اوف اسوشيتد نيتشر، فقط كل حاجه و early affection of ليه؟ ايه اللي موجود المرض؟ مش كده ولا لا؟ بينما لو المرض انترا مدلر يا عمر، لو انترا مدلر ايه؟ هتبقى جاكيت اوف سنسور لوس اوف ديسوشيتد نيتشر وذ سيكرال سبير، يعني السيكرال اريا اللي هي السادر شيفت اريا سليمه. ها جاكيت صح؟ لان الفايبرز اللي بتعدي هي طيب ديسوشيتد البين والتمبريشر وسيمبل تاش، لان الباقي ما عداش مش كده؟ وتبقى نو افكشن للسادر شيفت اريا سيكرال سبير لانها موجوده لبره، وده المرض بتاعي جاي منين؟ سهلا. ولو بقى محطوطه عشان نخلص السنسوري باتر، لو كانت اكسترا مدلر ايه؟ هايبوثيزي اور اناثيزي بلو ذا ليفل اوف اسوشيتد نيتشر وذ ايرلي افكشن اوف سنسور شيلد اريا. تمام شاطرين. ها انترا مدلر ايه؟ جاكيت اوف سنسور لوس. ها اوف ديسوشيتد نيتشر. ها والسيكرال سبير السيكرال اريا اللي هي 3 4 و 5 بقت سليمه، ما عنديش فيها مشكله. ماشي يا ولاد ولا ايه؟ طب خد اللي بعدها، بص اللي بعدها سهله. اخبار البلادر ايه في الشوك ستيج؟ ريتنشن. طيب لو حصل، لو كان المرض انترا بلادر كومبريشن ايرلي بلادر افكشن. صباح الفل. لو كان المرض انترا بلادر كومبريشن
للبلادر افكشن لو كان اكسترا بلادر ليه برضه. طيب لما يحصل افكشن للبلادر لو مرض جرادوال بارشال يعمل بيرسبتنس يقول لك البول بيزداد يعمل نص تحكم، اما لو كانت كومبليت رجعنا عيال صغيرين اسمها اوتوماتيك يعني اوتوماتيك بودي كومبليتلي وريجولي الا انها بتكون انفولنتري. طيب البلادر في الشوك ستيج ريتنشن لو المرض جرادوال لو كان انترا مدلر ايرلي بلادر افكشن اكسترا مدلر ليت بلادر افكشن. ايه اللي بيحصل في البلادر فعليا لو المرض بارشال يحصل بيرسبتنس، لو المرض كومبليت دخلنا في حاجه اسمها اوتوماتيك بلادر. سهله. السؤال الثاني في البارابليجيا ب 10 درجات اسمه كلينيكال بيشر، نقسمها كده اد ليفل وتحت ليفل. السؤال الثالث بخمس درجات ده جدول في كل الخطوه احنا عملناها اصلا، هو الفرق ما بين الاكسترا مدلر والانترا مدلر بيجي عندكم كل سنه، بيجي في امتحان الترم في الامتحان اللي جاي ده اسمه ايه؟ الميد ترم ده بيجي فيه السؤال ده دايما يقول لك ديفرنشيت بين اكسترا مدلر وانترا مدلر كومبريشن، دايما يجي السؤال ده موجود اصلا. في كتب النظر شويه انفستيجيشنز هبل السنين هتشطب عليهم وتكتب سي تي وام ار اي. سي تي وام ار اي الانفستيجيشنز اللي بتعمل البارابليجيا ايه؟ على فكره انا عارف الكلام ده عايزين اشرحه اشرحه بس اقسم بالله ما بيتعمل في اي حته ولا في حاجه اسمها دايلوجرافي ولا حاجه اسمها كوكنشتيد ولا فرويد ولا الهبل ده ولا في الكلام ده بالمره بالمره. وانتوا كده خليكم لزاز وروحوا رئيس القسم يا دكتور الكلام ده بيتعمل نذاكره ولا مش مهم؟ يقول لك شيل يا ابني الكلام ده اصلا هو عامل ابديت اصلا للنيورولوجي كويس جدا فبالتالي مش حاطط الحاجات دي خالص مش موجود الكلام ده. فانتوا انا اقول لكم كده على كام حاجه تسالوه عليهم يعني حوالي 10 نقاط كلام قديم جدا ولما اصلا اشرحه يبقى حرام يعني. طيب العلاج هو علاج السبب بمعنى ايه يا ولاد؟ واحد عنده بارابليجيا بسبب بوتس ديزيز قولا واحدا انتي تيوبركلوس عنده تيومر شيله عامل حاجه عامله كومبريشن يعمل دي كومبريشن عنده انفلاميشن ترانسفيرس مايلايتس اديله ستيرويدز ادي حاجات انتي انفلاماتوري يبقى العلاج هو علاج ايه؟ هو علاج السبب خلاص؟ طيب الحته اللي جايه بس ثلاث دقائق كلينيكال كلينيكال وانت بتاخد هيستوري وبتعمل اكزامينشن لحاله بارابليجيا لازم يا دكتور تجاوب على وات از ذا ريجن طلع الايثيوبيا ولازم تطلع الليبر اللي هو وير از ذا ريجن وتقول لي الستيج اللي المريض فيها دلوقتي فلاسيد ولا سباستيك وتقول لي الحاله بتاعتك اورجانيك ولا عين بتستهدف الحاله الثانيه. يلا اول كلمه الايثيولوجي ايه؟ على حسب حالتك كلها سباينال وحالتك كلها فوكال قد تكون انفلامات وترانسفيرس مالايس حالات كتير بتكلم كلينيكال حالات كتير وقد تكون اكسترا مدلل كومبريشن ده اكتر حاجه يبقى انت اللي نزل لك ترانسفيرس مالايتس اكسترا مدلل كومبريشن خلاص كده؟ ده الايثيولوجي الليفل 2 جبت الفينت ابدون ريفلكس حتى بعلمكم شغلات الفحص بتاعنا بقعد اشوفكم من تحت كده وانا طالع لغايه ما اوصل الليفل من رجله كده وانا طالع لغايه ما اجي عند مين؟ عند الليفل بتاعه طلع السنسور ليفل بتاعنا فاهمني ولا لا؟ لو طلع حاجه اسمها سنسور ليفل او عن طريق الفقرات كل فقره قدامها سيجمنت لو في فقره مصابه بطلع الفقره المصابه واقول السيجمنت اللي قدامها كذا. طب الاستيج اللي عيان فيها؟ على حسب هايبر ريفلكسيا لو هي اكيوت هلاقي في فاسيلتي لو هي جرادوال سباستيك او لو اكيوت وعدينا الست اسابيع دخلنا في الاسباستيس فانت وانت بتفحص واخبار تكون ايه؟ هتقول لي يا فلاسيد يا سباستيك سهله اورجانيك ولا بنهزر؟ اذا وجدت الشورت سايز في الحاله يعني لما لقيت ديستريبيوشن اوف والهايبر تونيا كلاس بايك والهايبر ريفلكس او باثولوجيكال ريفلكس والكورونس والبوست بالنسكي بنهزر دي كلها حاجات شورت سايز فور ايه؟ شورت سايز فور برامينال فالحاله اورجانيك اللي بتوجد في الحاله هيستيريكال ويجي بعد كل الشرح ده وعمال تتكلم وهو بقى لنا ساعه وشويه يقول لك حالتك ايه؟ يقول لك تقول له اصل انا حالتي بارابليجي يقول لك يعني ايه بارابليجي؟ وايه اسباب البارابليجي؟ وعرفت ازاي انها بارابليجيا؟ وطلع ازاي الليفل بتاع البارابليجيا؟ وايه الستيريس البارابليجيا؟ اورجانيك ولا هيستيريكال البارابليجيا؟ يقعد يسالك في البارابليجيا لغايه لما يجيب لك بارابليجيا وتستاهل. الطالب المحترم يقول ايه؟ يقول ايه؟ بص والله الطالب المحترم بيغني دايكوز بيغني بص يقول لك ايه؟ In case of organic spastic focal spinal paraplegia due to extramedullary compression at level of T10. جمع دمعتين خلاص ثاني In case of organic spastic focal spinal paraplegia due to transverse myelitis at level of T4. ايه رايك؟ بطريقه ثانيه يقول لك what is the lesion where is the lesion؟ what is the lesion transverse myelitis where is the lesion عند T كذا فاهمني ولا لا؟ يبقى الكلام المحترم لابد ان انا اجاوب على الحاجات دي قبل ما اسال عشان شكلي يبقى حلو للاكزامينر. مشكور دكتور سؤال بسيط
هو انا لما اجي اقول له ريزم في الفرق دي لازم اقول دي كذا بالظبط؟ طبعا. طب انا ليه هعرف؟